حظرت الصين بث قناه بي بي سي العالم الاخباريه البريطانيه اعتراضا على تقارير القناه الصادره مؤخرا بشان انتهاكات حقوق الانسان في اقليم شينجيانغ والاحتجاجات في هونغ كونغ ووباء كوفيد 19، في حين ان قناه بي بي سي العالم لم تكن متاحه على نطاق واسع في الصين. ومن جانبها الغت هيئه تنظيم البث البريطانيه ترخيص شبكه تلفزيون الصين العالميه وهي قناه اعلاميه حكوميه. من المتوقع خلال العام الجاري أن يعاني ما يقرب من 2.3 مليون طفل يمني دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، منهم 400 ألف طفل ستكون حالتهم خطيرة مع تعرضهم لخطر الموت إذا لم يتلقوا العلاج، وذلك وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة. وصرحت الأمم المتحدة بأن هذا الرقم يزيد بنحو 22% عما كان عليه عام 2020 في بلد يعاني من المجاعة منذ عام 2016. أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية أن عودة الطلب الأمريكي على النفط بعد أشهر من الجمود ساهم في تدعيم مسيرة تعافي الأسواق وأعاد إليها التوازن على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا. وأوضحت الوكالة أن مصافي التكرير الأمريكية تشهد زخماً إنتاجياً حالياً يعد الأعلى منذ بدء انتشار الجائحة في مارس الماضي، استعداداً لزيادة متوقعة في الطلب على البنزين والوقود خلال موسم الصيف المقبل، مدعومة بالحملة العالمية لتوزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا. تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالية خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.10% متأثراً بهبوط سهم شركة دماك العقارية بما يقارب 4.8% بعد إعلان الشركة عن تكبد خسائر خلال عام 2020 بلغت نحو مليار درهم، مما يعد الهبوط الأكبر لسهم الشركة منذ شهرين ليتم التعامل عليه عند 1.2 درهم. وعلق حسين سجواني رئيس مجلس إدارة دماك قائلاً إنه يتوقع أن يستغرق حدوث الانتعاش الحقيقي للسوق العقارية من 12 إلى 24 شهراً.